بهدف تنمية روح المواطنة الصالحة عند الأطفال، أقام متحف الأطفال كرنفال الاستقلال. البداية كانت في ساحة المتحف، حيث ساعد الأطفال في ابتكار حديقتهم الخاصة والتي ترمز إلى الأردن. الحديقة عبارة عن مجموعة من القصور المصنوعة من الكرتون، والتي صنعها الأطفال بأيديهم، حيث تمثل جميع قصور الأردن. ثم اتجه الأطفال إلى المسرح لعرض قصورهم إلى الحضور. وشمل الكرنفال فقرات دبكة متنوعة، الأولى من مدينة الرمثة والثانية لفرقة السلط. رؤية الأطفال لهذه الدبكات دفع البعض إلى المشاركة إما بالتصفيق أو حتى بالرقص مع المشاركين. هذا وشارك الأطفال بعدة أنشطة لها دلالات أردنية، مثل الحياكة على النول وعمل الخبز الصاج وتقليد الكبار في العزف والغناء. اليوم حلو بس السنة الماضية كان أحلى، الفرق أكثر، الفعاليات كانت أكثر السنة الماضية بصراحة. أسبوعياً كل يوم جمعة تقريباً بنجيب الأطفال هون على المتحف الأطفال، لأنه في برامج تعليمية وثقافية يعني كويسة، فمتعودين يجوا عليه. فاليوم بالصدفة إحنا جايين برضو، فتفاجأنا بالكرنفال عيد الاستقلال. هذا واختتم الكرنفال بعرض لموسيقات القوات المسلحة وعرض للشخصيات والأقنعة التي شاركت في المهرجان، مثل قناع نهر الأردن والذي كان يلبس الأزرق. ديالا العزة، معهد الإعلام الأردني، عمان.